ينضم إلينا من دبي محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. إذن يعني ترقب واضح لقرار الفيدرالي الأمريكي، كيف تتصرف الأسواق حاليا وآليات التسعير؟ هل نتحدث عن 75 نقطة أساس أم 100 نقطة أساس؟ يعني حقيقة التوقعات عند 100 نقطة أساس هي الأدنى حتى الآن بنسبة قرابة 25%، أنه يكون هذا الرفع ب 100 نقطة أساس، ولكن التوقعات الأكثر ترجيحا هي الرفع فقط ب 75 نقطة أساس. ما هو الأفضل للاقتصاد الأمريكي حاليا؟ أعتقد أن حتى 100 نقطة أساس ليست بقريبة حتى من أن تحقق المطلوب لدفع التضخم نحو مستويات أدنى وتحقيق استقرار نسبي يعني للحقول دون أن يكون هناك ركود أكثر ضراوة على الاقتصاد الأمريكي وأكثر مدة زمنية. بالتالي الرفعة ب 100 نقطة أساس ممكن أن تشكل نوع من الإيجابية إن صح التعبير للدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي إجمالا، وبالتالي تضغط على التضخم فعليا بالأرقام. أما رفعت نقطة 75 نقطة فقط، وحتى وإن كانت هي الرفعة الرابعة خلال عام، أعتقد لن تؤثر كثيرا وسوف تسبب ارتفاع حتى في أسواق الأسهم. نعم، يعني رائد، ما هي التوقعات لتحرك الدولار ومؤشر الدولار في ظل هذه الرفعات المتكررة من أسعار الفائدة؟ يعني وإذا ما تحدثنا عن يعني البيانات الاقتصادية التي اعتمد عليها الفيدرالي الأمريكي تحديدا فيما يتعلق بمعدلات التضخم مقابل تحسن نوعا ما بمستويات البطالة، يعني هنالك هذه التباينات بين البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة. نحن بالفعل يوجد هناك تحسن في بيانات البطالة ويوجد وظائف كثيرة في الاقتصاد الأمريكي لكن غير ناجعة أو غير حقيقية مع هذا التضخم المرتفع. بالتالي نحن ننظر إلى معدلات ارتفاع الأجور نراها منخفضة بشكل حاد، بالتالي الأعمال التي تم خلقها غير كافية أن تحقق الوفرة في الاقتصاد الأمريكي. ننظر إلى الموضوع من وجهة نظر أن الدولار الأمريكي عند مستويات 107 وهي الأعلى أمام سلم من العملات، وهذه الهيمنة والسيطرة التي أظهرها الدولار الأمريكي هو محاولة أنه قوة رفعات أسعار الفائدة وسرعة الفيدرالي بتوجه نحو أسعار الفائدة سببت وصول الدولار الأمريكي إلى هذه المستويات فعليا. بالتالي رفعت 75 أو 100 نقطة على الأقل إما تحقق مزيد من الارتفاعات أو استقرار في الوقت الحالي. نعم، يعني رائد، يعني فيما يتعلق أيضا بالمنطقة الأوروبية ولاحظنا قرار المركزي الأوروبي برفع 25 نقطة أساس. يعني من الجانب الأول الفروقات بين قرارات الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وكيف يعني سيتفاعل اليورو في ظل هذه الارتفاعات المتكررة بأسعار الدولار تحديدا الفائدة؟ يعني حتى وإن كان نسبيا فاجأنا بالخمسين نقطة أساس اللي رفعها المركزي الأوروبي، ولكن يعني لم تكن كافية حقيقة إلى تحقيق استدامة واستقرار لليورو أمام الدولار الأمريكي. البنوك المركزية لا تسعى إلى التغيير في سعر العملات أو لا تتدخل بشكل مباشر، وإنما أنظارها تتجه إلى الاقتصاد. حتى وإن كان أنظار المركزي الأوروبي تتجه إلى الاقتصاد الذي يحتاج إلى تسهيل وتيسير بشكل أكبر وأسعار فائدة منخفضة لتحفيز الأعمال والأنشطة التجارية، إلى أنه كمان في عنا نقطة مهمة جدا أنه هو بين فكي كماشة تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين إجمالا وقلقهم المستمر سواء كان من الحرب أو من الدخول في ركود اقتصادي. يعني يعزف المستثمرون والمستهلكون حتى عن الاستهلاك، وهذا يسبب ضعف للمؤسسات والأعمال التجارية، ويضطر المركز الأوروبي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها واتساع الهوة أو الفجوة ما بين السياسة النقدية الأوروبية والسياسة النقدية الأمريكية أو باقي الاقتصادات مثل البريطاني والأسترالي على سبيل المثال، الذين يتجهون بوتيرة أسرع لتشديد السياسة النقدية. وبعد فترة راح نسمع أنه السندات الألمانية مغرية أكثر
من السندات الأمريكية، بالتالي راح يكون في عنا السندات الأمريكية مغرية أكثر من السندات الألمانية أو الأوروبية، وهنا سوف يكون نزيف الأموال ورؤوس الأموال نحو العائد الأقل مخاطرة والأعلى نسبيا وهو أسعار الفائدة وعوائد السندات. نعم، سنتابع معكم أول بأول مستجدات حول أسواق العملات، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد خضر، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.